رقم تي في. رغم أن الهاتف الجديد أوبو إف1 بلس هو الأخ الأكبر لإف1، لكنه جاء مختلفا عن أخيه قليلا في التصميم، ويمكنك مشاهدة تقرير إف1 وستجد الرابط أسفل الفيديو. والآن دعونا نبدأ الحديث عن إف1 بلس، ووصفته الشركة بأنه الهاتف خبير السيلفي. الهاتف من فئة الفابلت بشاشته الكبيرة، نحيف جدا بسماكة 6.6 ملم فقط، وزنه 145 جرام فقط، ومصنوع من هيكل معدني. التصميم مشابه لآيفون 6 في الأعلى، سماعات المكالمات والكاميرا الأمامية، وبجانبها مستشعر. في الأسفل الزر الرئيسي، ويدعم مستشعر بصمة يعمل باللمس، وأظهرت الاختبارات سرعته في الاستجابة. وفي الظهر الكاميرا الخلفية بشكل دائري، وأسفلها فلاش LED. على الجانب الأيمن زر الطاقة، وأعلاه مدخل لتركيب شريحتي اتصال، وفي نفس المدخل يمكن تركيب ذاكرة تخزين خارجية، وعلى اليسار زر التحكم بالصوت. في أسفل الهاتف هناك السماعات الخارجية ومدخل USB يدعم تقنية فوك للشحن السريع من أوبو، ومدخل لسماعات الأذن. الشاشة مقاسها 5.5 إنش من نوع أموليد بدقة فول HD، تشغل مساحة 73.9% من الهاتف بكثافة 401 بكسل بالبوصة، مع حماية الشاشة من الأمام بزجاج مقاوم للخدش من نوع غوريلا جلاس 4. الهاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد لوليبوب، ويأتي بمعالج 8 نواة ميديا تك هيليو P10 بتردد يصل إلى 2 جيجا هرتز، ومعالج رسوميات من نوع مالي T860MP2 مع رام 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 جيجا بايت، تدعم تركيب ذاكرة خارجية حتى 128 جيجا بايت. جاءت الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 مزودة مع خاصية الضبط التلقائي للصورة. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0، مما يجعل الهاتف مناسبا لعشاق سيلفي. البطارية غير قابلة للإزالة، تبلغ قدرتها 2850 ملي أمبير بتقنية الشحن السريع فوك. قالت الشركة على موقعها على الإنترنت إن شحن البطارية 5 دقائق تكفي للتحدث ساعتين. الهاتف جاء بخيارين من الألوان، الذهبي والذهبي الوردي. الهاتف بدأ بيعه في الأسواق الآسيوية بسعر 400 دولار، ولاحقا في بقية دول العالم. أسفل الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة ليصلك كل جديد من رقم تي في.